تستفيد تصعد لغة ملهاش أي علاقة بحديث. لو سمعت مني يبقى دي معناها رن، مش ههزر ده سلاح بالإنجليزي يعني غن. خذ لك مني ألف ساعة تشوف لك خن واستقن، لأني لو شفتك ساعتها ده معناه تفصيل كفن. ولو فلت من العيار حياتك تنقلب محن، وتقول يا ريتني كان صب من العيار الموت أكيد حن. واحد قلبي قاعد جيشي جاحد، حجمي حاشد خصمي هادد، نجمي صاعد عضلي شادد، مخي فاقد امري نافذ، ربي حامد كل ممارد كني جامد بوزي مادد، حجبي عاقد اصلي عامد لازم بكره يا دي واعد. حتى ولو لويت سواعد تطغى رادد تضرب صادد، في القصب تلقاني لابد فكومي السلاح لك ساند، وسلاحي شاهر مغامد هايبر وم هايبر مراكد، كفو زرق لكل حاسد للعدو قاهر وكايد، دايما بنفد من المكاين قبل الفخ بستة سنتي تلقاني كاسر وحاود، عندي سنسور بنت ان في كل ودن وكل ساعد. دومينان 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 دي معناها السايد. علي عطورو يلعب في الوسط، فلوريس بيني يا فلوريس، فلوريس ما 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 بيرسي.